للتوعية للحد من أخطار الحرائق للشباب في المكلا أقيم بفرع مصلحة الدفاع المدني دورة لمتطوعي أنصار الدفاع المدني لمجموعة تضم 100 متطوعا ضمن إطلاق مبادرة لجنة تعزيز السلامة المجتمعية في مديرية المكلا. وفي الدورة أوضح مدير عام مديرية المكلا المهندس صالح العمري أن عملية نشر الوعي الوقائي وثقافة الدفاع المدني تنطلق من الكادر المدرب، معتبرا المتطوعون جزء من جيش الإسناد الوطني في التعامل مع الحوادث. من جهته أشار مساعد مدير الأمن لشؤون الخدمات بطاقم الدفاع المدني العقيد مرعي باخلعة، أشار إلى أهمية استنهاض الوعي الرسمي والشعبي لتعزيز ثقافة التطوع وتعميقها في نفس الشباب وكيفية التصرف والسلوك الصحيح عند الحاجة. بدورهم أبدى المتطوعون كامل جاهزيتهم واستعدادهم لهذه الدورة والعمل على إنجاحها. ندشن اليوم أحد ورش مشروع السلامة المجتمعية المدعوم من الاتحاد الأوروبي بشأن تدريب مجموعة من المتطوعين في مدينة المكلا على عمليات الإطفاء وأخماد الحرائق وكذلك عمليات إجلاء أو إخلاء مناطق الحرائق، بعض من مهام الدفاع المدني. طبعا المشروع التدريب عبارة عن كمال ما سيقدمه هذا المشروع من توزيع معدات في بعض أحياء المدينة، عدد 3 أحياء في عدد 19 مسجد في هذه الأحياء، للتدخل السريع في هذه المناطق لسرعة مجابهة الكوارث ومجابهة الحرائق بإذن الله. نحن في الدفاع المدني لدينا بعض الإمكانيات لتنفيذ هذه المهمة، ولكن المشكلة هي أكبر من إمكانيات الدفاع المدني، خاصة في مدينة المكلا القديمة ومع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت يكون عدد حوادث الحرائق بشكل أكثر مما نتوقع، وعدم إمكانية السيطرة عليه بشكل مباشر من قبل أفراد الدفاع المدني. جاءت هذه الفكرة ونحن نشكر كل من ساهم في تنفيذ هذه المهمة لتدريب عدد من أفراد الأحياء السكنية ليقوموا بمهمة الإسعافات الأولية حتى وصول رجال الدفاع المدني لأداء المهمة بشكل أكبر. الفكرة هذه هي جاءت من صعوبة تدخل الدفاع المدني في هذه الأحياء الثلاثة القديمة، شوارعها ضيقة هذه الأحياء، فالدفاع المدني يجد صعوبة كبيرة في التعامل في سرعة التعامل مع الحرائق. فقامت لجنة السلامة المجتمعية المشكلة من هذه الأحياء الثلاثة التي تعاني من صعوبة الدفاع المدني في الوصول إليها، قامت بالخروج بهذه المبادرة التي تساعد كثيرا في التعامل مع الحرائق بسرعة كبيرة قبل وصول الدفاع المدني وتسهيل عمل الدفاع المدني.